مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر. سؤالي موجه لكم، واش هذه أجواء ديال العيد؟ واش الرحبة ديال حولي كتكون بهذا الشكل؟ ما كاينش إقبال. هادشي اللي تكلمت عليه تقريبا هذه 4 أيام، هناك تخوف أو هناك عدم رغبة المواطن المغربي الفقير بسبب عدم قدرة الشرائية ديالو مجاراة هذا الغلاء اللي كنعيشوا في المغرب. كيف قلت بأن في المستقبل القريب ربما الناس اللي غادي يعيدوا ما غاديش يفوتوا واحد 3% ولا 5% اللي هما الأغنياء، لأن كنتكلموا على واحد الغلاء، غلاء باسل بهذا الكلام هذا. فتخيلوا بأن واحد السيدة خرجت واحد الحولي، سولتها غير دابا قلت لها ميمتي شحال هذا؟ وحق الله العظيم الا انا قلت لها اتي شفت فيها هاد الشوفه كتسنى فيا نقول لها راه بزاف وما قدرتش نقول لها. هذاك الحولي اللي داتو تقريبا انا بالشوفه ديالي ولا انتم بالشوفه ديالكم راه مشيش الجهد ديالو، ما غاديش نفوت فيه واحد 1800 درهم صغير 76000 ريال باش خداتو، 3800 درهم بالتمام والكمال. راه ما كاينش اقبال الخوت على اضحيه العيد، ما كاينش الاقبال. هذه رحبه ديال الحولي، الناس قلال وقلال حتى في مرجانات ما كاينش البيع، نسبه قليله اللي كتاخذ لان الجهد ما كاينش. كنتكلموا على الطبقه الفقيره، عاد غادي نعطيكم واحد القنبوله غادي تسمعوها، ولكن الناس اللي خاصهم يطبقوا القانون وربما تما متورطين. ان نعود لكم شنو واقع، ونتمنى انكم تبارطاجيو، لان كيف قلت اللي خاصهم يحميونا واللي خاصهم يطبقوا القانون ربما تما متواطئين ومتورطين في واحد الملف عنده علاقه باضحيه العيد. كاينه واحد الرحبه في المجاطيه مديونه، هذا واحد الملف اخر كتصوت بعدا بلاتي نشرح لكم. دابا اي رحبه كيبان لكم هاد لي دالو هادو، كيبان لكم الحواله، كيبان لكم الناس كيجيبوا السلعه ديالهم. واش كتعرفوا بان راه كل بلاصه كتذكر بواحد 1.5 مليون؟ حسبوا معايا مزيان وعطيونا الودنين ديالكم. اي واحد حاط الحولي ديالو 1.5 مليون، هذا اللي حاط. اما اللي حاط السلعه ديالو في الكاميو كيخلص 6000 درهم، 6000 درهم حسبوا نتوما شحال من حطه كاينه وشحال من كاميو كاين. راه كاينه الرحبه اللي كتدخل حتى 400 مليون في ظرف 10 ايام، 400 مليون في ظرف 10 ايام، اذا في هذاك البيريود ديال العيد الكبير 400 مليون اللي كيدخل. انا دابا غادي نتكلم، عطيتكم واحد الفكره بان كل واحد كيجي باش يحط الحولي ديالو باش يبيعو هنا خاصو يخلص 1.5 مليون، وكاين اللي كيخلص اكثر على الاولى. الثانيه كاميو لا جا بغى يحط او يبيع غير في الكاميو، الكاميو غير يدخل يوقف هنا للسوق خاصو يخلص 6000 درهم. دابا هنا مفاهمين، نجيو دابا ندخلوا المعقول. هاد الكاميو اللي كيخلص 6000 درهم وهذاك اللي كيخلص 1.5 مليون ما كيخلصهاش هو، انت وانا اللي كنخلصوها. علاش؟ هذاك الحولي مثلا اللي خاصو يتباع ب 3000 درهم حتى هو كيشد داك 1.5 مليون وكيقسم على شحال من راس عنده، وانا كيزيدني شويه وانت كيزيدك شويه والاخر كيزيد شويه. المهم الكساب هذاك البيع والشراء ما غيخلص حتى حاجه من جيبو، كتخلص انت المواطن. انا غير واحد السؤال، انا كنتمنى انكم تعطيونا الودن ديالكم وتفهموا مزيان شنو واقع. راه البيع والشراء والتخلويض وامور خطيره. الرحبه الوحيده اللي كاينه في مدينه الدار البيضاء بالمجان، فين جات في الرحمه. شكون اللي كيشرف على ديك الرحبه ديال الحولي؟ السلطه المحليه اللي هو القيد، القيد هو اللي كيشرف على عمليه البيع او المراقبه او التنظيم، او التنظيم ما نقولوش البيع، نقولوا المراقبه والتنظيم. الامور مضبوطه بالقوات المساعده باعوان السلطه. كنقول لكم رحبه واحده اللي هي ديال مدينه الرحمه بالمجان، اذا تما ما غاديش تكون ديك الزياده اللي كاينه في هذه الرحبه وفي الرحبه الاخرى وفي الرحبه الاخرى، لان هادو كلهم كيتخلصوا. دابا الملف اللي بغيت نتكلم عليه
الملف اللي خاصني نتكلم عليه واللي كان من المفروض ان السلطه والمسؤولين يتدخلوا ربما متواطئين. نتكلموا السيدي على الرحبه ديال المجاطيه اللي غادي نطلعوا عليها. الرحبه ديال المجاطيه هي ارض ديال مالها ما كتكراش، ولكن كيتراماو عليها، تراماو عليها بعض الناس وكيكريو لصحاب الكاميوات. راه ما كاين لا صفقه، ما كاين لا عقد، ما كاين لا كيتشارج، ما كاين حتى شي حاجه. انا كنعطيكم هادشي وسولوا وقلبوا غادي تعرفوا، لان غادي نطلعوا للمجاطيه وغادي ندير واحد التقرير من تما وتعرفوا حتى نتوما شنو واقع. لان الرحبه ديال المجاطيه ما كاين لا صفقه، ما كاين لا عقد كيرا، ما كاين لا لجنه، ما كاين حتى شي حاجه. كتفرش وكيجوا الكاميوات كيخلصوا مليون ونص الكاميو 6000 درهم الكاميو ولا 5000 درهم. واي واحد جاب الحولي ديالو باش يحط معاهم بحال هذا الشكل خاصو يخلص مليون ونص. اذا نضربوا العدد في العدد غادي نلقاو خارجه واحد 200 300 مليون. فهمتوا شنو واقع ولا نزيد نشرح؟ رحبه ما كاينش فيها الرخصه، ما كاينش فيها عقد كراء، ما كاين فيها طلب عروض، ما كاين والو. نفس الاشخاص حاكمين ديك الارض عاملين فيها رحبه. اي واحد كيجي يحط خاصو يخلص. هذيك الفلوس اللي كتخلص فيه كتمشي، ما كتمشي لا جماعه لا مجلس لا حتى شي حاجه، كتمشي للجيب ديال الناس اللي واقفين. القيمه اللي كتدخل في هذيك الرحبه الاموال الملايين، ما غاديش نقول 30 ولا 50 ولا 60 مليون ولا 80 مليون، راه من 200 مليون الفوق في ظرف اسبوع او اسبوعين. وربما هناك المسؤولين على اقليم مديونه متورطين، لان لا يعقل المسؤولين ما جايب الخبر، ولا يعقل ان السلطه المحليه ما جايب خبر، ولا يعقل ان العامل ما جايب خبر. كنتكلموا على ارض فارغه، جيت انا فرشتها بلا عقد بلا كيرة. الضوء بعد الضوء منين جاي؟ الضوء ديال الرحبه منين جاي؟ عاد نتكلموا على امور اخرى. فاللي قلت لكم بان هذاك اللي غادي يجي يحط الحولي خاصو يخلص مليون ونص الشابيتو، ومول الكاميو باش يبيع في الكاميو ديالو خاصو يخلص 6000 درهم. ضربوا نتوما في واحد العدد كبير، شوفوا شحال غادي تخرج. الا درنا حنا غير 100 شابيتو في التوتال، نديرو حنا غير 100 ما بين كاميو ما بين حسبوا شحال، راه فوق من 100 مليون وصرف في ظرف 10 ايام. الفلوس شكون اللي فين كتمشي؟ الا كتمشي للمجلس نعرفوها، الا كتمشي لشي جهه اخرى نعرفوها. المهم اللي كاين واللي متاكد منه واللي واقع هو هذا. هادشي علاش كنلقاو العيد في المغرب غالي، لان هناك ناس راهي ارض ماشي تا ديالك، ماشي تا ديال الجماعه، ارض ديال ماليها. مجلس المدينه ربما كان فيه فيلم وفيلم في هذيك الارض ديال المجاطيه اللي فيها الرحبه دابا، فيها فيلم كبير، فيها عائله وفيها وراثه وفيها الترامي على ارض وفيها مافيا العقار وفيها بزاف ديال الامور. تخيل دابا انا غادي نجي غادي نوقف هنايا غادي نبدا نبيع، ماشي غادي نبيع، غادي نقول لك اش نكري لك، اشنو غادي تكري لي؟ شي حاجة ماشي ديالك، شي حاجة اللي ما عندكش عليها عقد، شي حاجة اللي ما عندكش عليها وثيقة، شي حاجة اللي جات بمباركة السلطة أو صمت السلطة المحلية في إقليم مديونة. المهم أنا عطيتكم شنو كاين، وأنتم تعرفوا مازال هذا الموضوع غادي نتكلموا فيه مزيان، لأن هذا الشيء ما خاصوش يبقى. اللي عنده شي حاجة يجبدها، اللي عنده شي عقد كراء يجبدو، غنعرفوا شنو واقع، لأن ما يمكنش الحولين خلصوا غالي انا، لان واحد كيفرض على البيع والشراء يخلصوا مليون ونص ويخلصوا 6000 درهم ديال الكاميو، والارض ماشي ديالو. راه ماشي حوايج قسما بالله العظيم في المغرب، شي حوايج ماشي لوجيك، شي حوايج غير منطقيين، شي حوايج اللي ما اللي حرام يكونوا. علاش؟ لان كلشي باغي يشفر، كلشي باغي يدير الفلوس. هذاك اللي عنده مليار باغي تكون عنده 4 المليار، اللي عنده 10 المليار ما كرهش تكون عنده 100 مليار. كلشي باغي ينهب، كلشي باغي ينصب، وكلشي مغطي على شي، وهذا هو كلمة عند الاخر. راه بزاف هادشي اللي كيوقع في المغرب، وبالاخص مدينة الدار البيضاء. علاش قلت لكم انا مثلا راه الرحبة الوحيدة في مدينة الدار البيضاء اللي هي بالمجان، بالمجان
هي الرحبه ديال مدينه الرحمه، كتشرف عليها السلطه المحليه في التنظيم ديالها وفي الامن ديالها. اما الرحبه ديال المجاطيه راه داكشي خطير. انا قسما بالله العظيم الناس ديال الرحبه كنعرفهم، وكنت خدمت معاهم الملف ديالهم اللي كان في الايام ديال كوفيد، فاش منعتهم السلطه المحليه انهم يحطوا في نفس المكان، ودائما ما كنت كندعمهم وكنساندهم وكل شيء عادي. ولكن ملي عرفت الملف يوم امس عرفت، ولكن سبق لي قريت بان المجاطيه الرحبه ديال المجاطيه راه كاين واحد الترامي وكاين واحد النصب واحتيال وكاين السكوت ديال السلطه المحليه وديال العامل وديال هنا. لا انا ما خاصش نسكت، انا راه واخا تكون صاحبي غتكون خويا غتبان لي فيك الدقه ما غنسقلكش. علاش؟ لان القانون هو هذا، لان ما يمكنش هذاك مليون ونص اللي غادي يخلص داك الكساب ما يمكنش غادي يجبدها من جيبو وحنا غادي يحسب علينا بالثمن هادي، راه غادي يزيد علينا الثمن حنا كمواطنين. كيف قلت لكم مديونه واحد العالم اخر يناديكم، لا من ناحيه المخدرات، لا من ناحيه البوفا، لا من ناحيه العشوائي، لا من ناحيه التراميل، لا من ناحيه كل خروقات. مديونه مديونه تيطمن الليل، اخطر ما يكون في مدينه الدار البيضاء او جهه الدار البيضاء اصطاد هي مديونه. مديونه تيطمن الليل. خالد تيجاني خويا حدي راسك راهم خايبين، شكون هما هادو اللي خايبين اخويا؟ ما كاينش شي حاجه سميتها حدي راسك، شي راك واحد الحاجه سميتها الامن، كاين واحد الحاجه سميتها عيط للجندارم ومشي تربى كيف ما كان، كاين واحد الحاجه سميتها طبق مع القانون، كاين واحد الحاجه ما ديرش راه يدك. راه واحدين غير هاد الاسبوع هادي كانوا كيسبوا كيعيروا فيا، لان انا كنت كندير واحد الروبورتاج وما بغاونيش نوثق داكشي اللي كاين، وفي الاخر درنا المحضر ما خسرتش الهضره وما عيطش وما ضربت وما والو، ما طاحش في البياج. درت محضر ديالي معزز مكرم وقانوني. المهم انا دابا تكلمت عطيتكم ما يقع، كاينين الرحبات، شوف باش كل حاجه كل واحد ياخذ الحق ديالو. كاينين الرحبات في مدينه الدار البيضاء كيتكراو، كتكون واحد لابيل دوفر كتزيد عليها كتجيك في النصيب ديالك، كتخرج واحد اللجنه كيشوفوا المساحه كيشوفوا الامور واش مضبوطه ولا لا، كتكون السلطه المحليه حاضره معاك، هذيك مكريه. كاينه وحده كتكون بالمجان كتشرف عليها السلطه المحليه كيف ديال مدينه الرحمه. وكاين اللي مرامي او مترامي على ارض ماشي ديالو وماشي ديال الجماعه وما مكرياش وكيستخلص منها اموال وما كاين حتى شي عقد بمباركه السلطه المحليه لاقليم مديونه. العامل شاف دياجي الباشا والقياد والمنتخبون، المهم كنقول مديونه اذا بجميع المسؤولين ديالها. مديونه تيطمن الليل، هي رجعت في المجاطيه. تبارك الله عليكم ونهاركم مبارك. مطري عبدو وفي خاصة المراقبة الصارمة، الأثمنة راه خيالية، الأثمنة خيالية ما جاتش هكذاك، الأثمنة خيالية لأن القانون ما مطبقش في المغرب، ولأن السيبة كاينة، ولأن كاين النصب وكاين الاحتيال وكاين الناس كيضربوا القوامل بهذا المصطلح هذا ما نقدرش نزوقوا، الناس كيضربوا ديزافير ديالهم. راني عارفك أن هذيك الأرض ما كاريهاش، ولكن حقي راه تما، راه هذا هو الواقع اللي كاين، ما نزوقوش. حقي راه تما، تسالي جيب لي الحق ديالي باش العام الجاي تحط ثاني، إذا ما جبتيش لي هذا العام، العام الجاي ما غاديش تحط. هادشي اللي كاين، هذا هو الواقع اللي كنعيشوه. لو كان القانون مطبق، حتى هاد الرحبات هادو ما يتكراوش، يكونوا بالمجان. باش ماشي غادي يزيد عليا الترونسبور الكاميو، وزيد عليا المازوت غالي، وزيد عليا الرحبة تكرات، إوا هاد الحول يهضر أنا ما بغيتش نوصل لواحد 10000 درهم. إذا تبارك الله عليكم ونهاركم مبارك.